دابا حنا في إملينا نشبروا الترونسبور الأرمد باش من تما إن شاء الله حيت تما الأخر ديال الطريق. تعاون الله إلا تجي تشوف واحد الشيء بحال الكيزة أصاحبي تجي هذا ولا عندهم غادي ياكاز خلاص. للإشارة أرمد هي آخر فيلاج كتوصل لها السيارة، دونك يمكن لك تستاسيوني تماك، كاين العساس كاين باركين كاين كلشي، ولكن النصيحة ديالي عندك ما كاينش تماك منين تتقدى، يعني خصك تتقدى الفوكال جافا وما يلزم من إمليل، يمكن لك تاخذ منا دونك البيغال حيوصلوك حاشاكم يوصلوكم حتى يعني غوفيش، ولكن حنا ما كننصحوش بهذه المسألة، حيتاش اللي كيهم هو رياضة المشي، ماشي الوصول إلى القمة. بون أمامنا الآن المكان اللي وقعت فيه الحادثة بطبيعة الحال اللي كنستنكروها جملة وتفصيلا، واللي كان عندها بطبيعة الحال واحد الآثار سلبية على السياحة في هذه المنطقة. دونك بالضبط هنا سي أمين وي سي يوسف، أنا نعاود لك هذه المنطقة كيفاش عاودوا لها المنطقة. هاد البلاصة هاد المنطقة هي اللي وقعت فيها الجريمة المروعة، فهمتي اللي كامل بينا كنسكروا ديك العمل اللي قاموا به ديك المجرمين اللي اصلا ما كيمثلوناش وما كيمثلوش المجتمع المغربي ولا الاسلامي ولا جميع البشريه كامل فهمتي بصفه كامله. المهم كيفاش قال حد الناس المنطقه قالوا بان السائحتين فهمتي النار الدنماركيتين كانوا مساكن مخيمين هنايا، المجرمين جاوا هنا مع الدوره وتعدوا عليهم ساكن ديك الجريمة. دونك هاد الحيط هذا كيجيو السياح كيقدموا التعازي ديالهم ذكرى الارواح ديالهم، فهمتي حنايا كنسلمين حتى حنايا فهمتي كنسكروا ديك العمل، فهمتي كنجيو كنوقفوا بهذا المكان باش نتفكروا ديك العمل. هنا قرية شمهاروج محكمة الجن، هنا كيتحاكموا الجن دونك حسب الأسطورة. طبعا هاد الحال حنا لا نؤمن بهاد الأشياء هادي كلها خرافات. بون محلات تجارية مقاهي لخدمة الزوار اللي كيأتيو من أهداف طبعا هاد الحال الشركية في هاد المنطقة ديال أو قرية شمهاروج. دونك حنا ماشي كنشجعو لهاد الأعمال ولكن كنوصف لكم ماذا يحدث. أكثر الزوار هاد المنطقة هما من النساء، حيث حنا ملي كنا صاعدين كان الاغلبيه اللي نازلين هم نساء. دابا حنا في المساء تقريبا العلو ديالنا 2300 متر، مازال تنوصلوا 4100. دونك شلالات موجود فين تشرب مياه طبيعيه مناظر جد رائع صراحه. شمهاروج القبة البيضاء هي محكمة الجن. طبعا الحال هذه الطريق الجبلية كما كتلاحظون مؤدية إليها. للتذكير إجراءات القانونية أصبحت جد مشددة هنا، يعني أصبح المرور يعني في أوقات محددة بعد الحادثة الشنيعة لدمشق. دونك شلالات على طول طبعا الحال التراجي كله شلالات وادي أمور صراحة طبيعة واخا صخور ولكن الصورة ما كتوصلش المعنى كما هو. التعب أصاب الفريق، ما كاينش الحمد لله لو ريسك ديال العقارب بحكم أن درجة الحرارة منخفضة. حنا العلو ديالنا كيتعدى 2600 متر ومازال تبعنا الطريق تن 4160، سيرتو الأكسجين بدا كيتنقص ولكن ماشي مشكل ما كاينش شي اضطراب. من الاحسن يعني تختار المساء بحكم يعني الشمس كتكون بارده، ولكن كاين مشكل اداري وانه ما كيخليوش الواحد يدوس في المساء. دونك حنا يعني واحد الجهد كبير باش خلونا يعني السيد حل التسخسيخه ديال الفيزا. بون هذه القمه بطبيعه الحال كاين وادي يعني يمر، حنا نحن نسمع الاصوات ديالو وادي كيمو حتى كيوصل لشمهاروج، هي ديك المنازل البيضاء التي تلاحظونها هنا. طبيعة الحال كاين وادي. دونك بالنسبة للحيوانات اللي لاحظناها هنا كاين الغربان وكاين الجوديان. بون الجودي كما تعلمون هو اللي عنده الكاباسيتي ديال التسلق،
المشكل دابا حنا على علو 2700 متر، الليل قرب يطيح، كاين سر الاغنام الا بغيتو شي حاولين عيد كبير. انت بون اللي بغى يرخص وبغى يتفادى الكيد يمكن له يجي نتبقى عن طريق امسو الزار اللي كتنتمي لاقليم تاودانس او قريه تبقال في اقليم تاودانس، يطلع تماك حتى الرفيج عاد كيكمل القمه تبقال كوم سا يتفادى داك لي 3 بوست ديال الجوندارم اللي كاينين وعيد في ارمد وفي شامهاروج وفي الرفيج. دونك هذاك بوست ديال الرفيج يمكن لك دوز من الطهر ديالو وتفادى ديك الالزاميه ديال الكيد، وبالتالي ما تخلص حتى شي حاجه، واكثر من ذلك غتستافد من يعني مناظر رائعه على ديك الجهه ديال امسو الزهر، يعني كاين لاك افني كاين بزاف ديال الحاجات. الساعه تشير الان الى 8:30 مساء، وطبيعة الحال خرجنا في 6 صباحا من مدينه طنجه. بون جوندارم استعجبوا لهاد لوطو، ولكن الصراحه كثره الاجراءات الاداريه زادت عقده المأمورية خصوصا بواحد الحادث المؤلم. اكسجين كيقلال بزاف هنايا، اكسجين كيقلال. وي فعلا حنا على علو 2800 متر، مازال لينا 400 متر على الرفيج. هادشي علاش كيهمتي كنعياو بدغيا دغيا داكشي العياء كيظهر علينا. بون من ناحيه المصاريف الماديه تقريبا واحد 220 درهم اوتوروت، واحد 200 درهم ديال الغازوال، ولكن المفاجأة الكبيرة اللي تفاجأنا بها هي أنك خصك الإجبارية ديال الكيد. هاد الإجبارية ديال الكيد بون الثمن كيتراوح 250 حتى 400 درهم. بون إلا كنتي بالكوب من الأحسن. الصراحة الصورة بكل صراحة الصورة لا توصل داك الإحساس اللي كنحسو به، سيغتو كاين واحد لو شارم ديال الخطورة اللي ماشي يطيح. بون جوبونس على حسب المعلومات ديالي غتكون قمرة، بون نطلبو من الله تكون. مصروف آخر غينضاف في الطريق وهو إلزامية المبيت في الرفيج، الثمن ديالو يقدر 150 درهم للفرد، وهذا بطبيعة الحال حيتاش منعو لي طونط. دونك هاد الإجراءات كلها يعني بسبب داك الحادثة الشنيعة، يعني هادشي مكانش من قبل، من قبل كان يعني واحد ليبرتي توتال، يمكن لك تبات دير لاطونط مكاين حتى شي مشكل. ناش يعني صعوبة المسار، طريق عادية، الصعوبة الوحيدة اللي كاينة هو الطول، طول و امتي بو واحد المونك مع العلو تكثر درجات، ماشي تكثر درجات الحرارة، تنخفض درجات الحرارة. بون سي يوسف طار الى لبس ملابس صوفيا حتى يتمكن من مواجهه هذا البرد على علو 2800 متر الان. تحيات ابطال سي يوسف. دونك تقريبا المصاريف يعني بالترونسبور بكل شيء بلوبرج بالاتاوات ديال الكيد يعني اللي خصك تقريبا يعني خصك واحد 600 درهم دونك بالماكله اللي خصك تقداها ايتو. بون هادو كيمشيو بالطريق يعني بحال المنظر ديال ايفريست، خصك 50 مليون الا بغيتي تطلع له. دونك كان اللي دابا بون اش نقول لكم، وضعيه الفريق كارثيه، لوبيرج مازال بعيد علينا اش نقول لك بشي واحد الساعه دما كانا، الوغ رجلين خواو ما كيقولوا سعد ما كان على حسب فيزيكا كبيره، الضو ولا الاثر ديال شي حاجه ما كايناش. حنا مجليين دابا في الجبل ما كاين لا دار لا حتى شي حاجه. الدراري ما نعساش بحكم انها خرجت من طنجه مع الفجر وكانوا شي مشاكل، دونك بلا ما ندخل في شي ديتاي عائليه، دونك مضطريت انني يعني كون ميم ما نعش انا بعدا فعلا ما نعش. الشوفير اللي ساك بينا راسو كيحرقوا. سي يوسف الكيد اللي كان معنا مشى فحالو، الكيد خوا بينا قال لك خصو يدير ريتور ديال ولادو كيتسناوه ما نشدوش. بون حنا اش نقول لك، حنا بثلاثه بينا وربي معنا وصافي، هادشي اللي كاين. وضعيه كارثيه. واحد الحاجه خصنا نقولوها صراحه، صراحه واحد الهيبه في هاد الجبول هادو
مع هذيك السماء بالنجوم، انت واحد المنظر صراحه مع هذيك الخوف مع هذاك واحد المنظر، ما واحد ما كنظنش يقدر يعيش في شي بلاصه من غير هذه البلاصه. وبالنسبه طبيعه الحال بون كنطلبوا ما كنطلبوها، نجبروا له بال شي شومبر تسكاو فيها، هذا هو هذا هو المهم. اذا جبرنا شي شومبر لا الصراحه دابا كنطلبوا اللطيف ديال الوالده يوقف معنا تخرج القمره، حيت الشارج ديال التليفون عيط قادر وما نقدروش نكملوا يعني التراجي ديالنا بدون اكليراج. بلا اكليراج انتما كتشوفوا كتشوفوا شو المنطقه كيفاش عامله، كامله حجر كامله، هنايا حافه خطيره فهمتيني، الواحد اذا زلقات له رجله ما كاينش ما كاينش ليها يلاقيه نيشان في الواد بون فهمتي. هذا الجبل بغار تكون ما كيبانش بحاله، عندنا الثقه في الفيزيكا ديالنا اننا غنوصلوا لوبيرج قبل الوقت بون يعني قبل ما تغرب الشمس، ولكن راه خوا بينا التعب وجنا اكسيتيرا. بون قررنا مواصله المسير صراحه واحد يعني واحد التدهور بسيكولوجي كبير، يعني لي كونديسيون لوميزيتي ضعافين بزاف. بون حنا دابا في الليل وبوحدنا وفي مقر الجن وحدا الواد، جميع الظروف مجتمعه باش نشوفوا الجن وما شفنا والو، دونك كنتحداو هاد الجن وكنتحداو هاد العقول التافهه اللي كتدعي رؤيه الجن. عمل سقوط صراحة سقوط، الحمد لله ما جاش في الماتريال. شوف شو عندك العقارب الحمد لله اللي ما تسيبتيش في هاد الهاوته صراحة، حافة قوية والله. بون حنا باش كنعرفوا الطريق الصحيح كاين واحد الانديكاتور وهو الفضلات ديال البهائم، حتى البهائم كتوصل إلى هنا. ليسونسيال حنا دابا على علو 3000 متر، بون كاين شي شويه ديال قله ديال الاكسجين يعني كتحس ضربات القلب و كتطلب واحد المجهود اضافي، ومعليش ماشي مشكل. مو اعضاء الفريق كيتشكاو، كاين اللي بدا كيفكر في الانسحاب واخا هو الا رجع لا مشيه دابا صعيبه بجوج بيهم. الجول هنا ديك الدوره على الميكرا العينين والله العظيم فرا العينين ديالنا، كون انهيار تام ديال الشباب طفي علينا داك الضوء من هنا. والله الا وصلنا واحد الحاله الراس ديالنا كيحرق، قال امتي كيضرب امتي 90% ما باقيش الجود باش يزيد يضرب، رجلي ديالنا برجعوا هايده بحال السكيريه ما قادرينش نستمو الحافه قدامنا، ما قادرين امتي لوبيرج ما بغاش يوصل، عينا ما ضربوا عينا ما جري لوبيرج ما كاينش الغوفيج امتي، ودا صافي دابا ما عرفناش امتي. انا وصلت واحد السيتياسيون ديال كنقول الموت بسلام وصافي امتي، ارقدوا بسلام فهمتي هنيئا لكم صافي، وصلت السيتياسيون ديال ما قادرش فهمتي، كنقول الموت هنايا حسن ونعس مع راسي وصافي، لا ما نضربش فهمتي، لان شنو الخطا اللي عملنا السي يوسف؟ خطا يتكلم على فيزيكا ديالنا، وفيزيكا ديالنا مقتوله ما فهمتي ما مشاتش مع هذا الريتم هذا ديال بوتوكال، دونك كانت اون موفيز جيستيون دي طون بحيث ما وصلناش للغوفيش في الوقت. تكون في طنجه فهمتيني والعشره ديال الليل تكون فهمتي غتكون فهمتي في السفح ديال توبقال فهمتي، اسمح لي اسمح لي خصك تكون فهمتي تكون شي واحد بون. كاين بعض الاخطاء اللي كيداروا على سبيل المثال شي سبردينات بحال هذا اللي كيكونوا ثقال غيمصح بهم، لان هي الطريق في الحقيقه ماشي خطيره يعني الا كنتي شايفها بطبيعه الحال كونديسيون ما تكونش الظلمه، ولكن المشكل اللي كاين ان الصباب بحال هيدا راه كيتقلوا، دونك كيدومونديو واحد ليفور فيزيك سوبليمونتير، دونك احسن يكونوا دي سبادرين خفاف بحال هكا. دونك انا شخصيا تبعت واحد لونترينمون لمده شهر، يعني جو في 5 كيلومتر بار جور بيرسونيلمون يعني بدون افتخار، ما كنحسش يعني بشي تعب يعني جو بو كونتينيي. ثالثة ليلا مازال نحن في الصعود، نحن على علو 3450 متر، الساعة تشير إلى الثالثة ليلا، حالة السي يوسف يقاوم،
كاين الرياح برودة مفرطة. بون إلى حسن الحظ تلقينا مع أن جروب دو توريست طالعين حتى هما. بون بالنسبة للنصائح، أهم نصائح نعطيكم ثلاثة قبل ما نطول عليكم. أولا إياك أن تخرج عن المسار، المسار مقسوم ساهل سيرتو من أرمة روفيج، روفيج القمة كيبدا يصعب شي شوية، ولكن تبع المسار ديالك غتلقى لي توريست لي كي تسمك. ثاني نصيحة هي الاهتمام بالماكلة، بطبيعة الحال هذا خصو يكون دائما ماشي غير دابا، ولكن ملي تكون تصعد القمة خصك دي معك التمر والفواكه الجافة لأنها مهمة للقلب. القلب هو اللي يواجه صعوبة نقص الأكسجين وبطبيعة الحال لا فورس ديال العقبه. وثاني حاجه الاغذيه الطاقيه اللي فيها الهيدروكربوهات بحال البطاطس. النصيحه الثالثه وهي باش تتفادى المرتفعات او نقص الاكسجين، هنا شنو خصك دير؟ بطبيعه الحال خصك الولف، تولف اما قسم التراجي ديالك، يعني ما تاخذوش كامل كونتيني، قال لك تبات مثلا في الريفوج، او يعني تدرب على المرتفعات فيما سبق، يعني ما تاخذش الجبل تبقى لك اول تجربه سينو تي ريسك، خصك تولف على الارتفاعات وخصك لونترينمون بشي شويه باش تتفادى المشاكل، ولكن ماشي شي ريسك يعني كبير. ما أثار الانتباه ديالي في هذا التراجي وحنا في القمه وهو تواجد ديال الاجانب، يعني كيمثلوا تقريبا 95 حتى 97%، وهذا امر مؤسف كيدل على ان المغاربه باقا ما وصلت لهذه الثقافه ديال المشي وصعود الجبال، في حين ان الاجانب كيعطيوها واحد الاهميه كبيره. من ناحيه اخرى لاحظنا اولا هذا كيفسر لماذا على طول التراجي ما كاينش الازبال حشاكم نهائيا بنسبه 100%. استعجبت والله الا استعجبت، لاول مره كنشوف واحد التراجي في المغرب ما فيهش الازبال نهائيا، ما كاين لا بواطه تون لا حتى شي حاجه. واش هذاك يعني انهم نقيين وحنا موسخين؟ هذه علامه استفهام نتوما خصكم تجاوبوا عليها، يعني احنا ولينا موسخين الصراحه. وصلنا بعد جهد جهيد بدون نوم الليل، طبعا الحال واخا نحصل بالكورد الطاور صراحة وجدنا صعوبات كثيرة، كاين حافات شديدة الانزلاقات عكس ما كان يتم تداوله، يعني كانوا كيقولوا ما كاينش حافة شديدة الانحدار، هناك حافات ما شديدة الانحدار وهناك جبال مخيفة صراحة أصعب بكثير من جبل موسى. بون ما نقارنوش مي صراحة بون والله ما عرفتش كيفاش نوصفكم الإحساس. دونك صافي يعني تقريبا خرجنا من 6 الصباح من مدينة طنجة، الآن 10 مساء، العشرة صباحا عفوا، حنا الآن دابا في قمة جبل تبقال، أعلى قمة في العالم العربي وشمال إفريقيا. بون مناظر ديال الجبال مخيفة مخيفة جدا، أترككم الصورة.